النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الفقراء، يجالس المساكين. أنت كم مرة جلست مع المساكين يا أخي؟ إيش على السفرة في رمضان للفقراء والمساكين واجلس معاهم، ما هو تعطيهم الطعام وتروح أنت عند بيتك وفي قصرك؟ ألذ الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك فيه المساكين، وكان إذا أراد أن يأكل جلس كجلسة العبد. قال: أنا عبد وابن أمة كانت تأكل القديد. تعرف القديد؟ اللحم اليابس، اللحم الذي ييبس بالشمس، يسميه العرب قديد ويتكسر في الأسنان وصعب أكله. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن أمه تأكل وأنه هو مثله. وكان إذا جلس عليه الصلاة والسلام لا يجلس على الكراسي ولا يأكل بالمعالق ولا على طاولات، إنما يأكل على الأرض وباليد، وليس بيأكل بثلاث أصابع، زود حتى بالأصابع، اثنين خلان برا. عليه الصلاة والسلام. تقول عنه عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، خبز فقط من غير لحم ما شبع منه. يقول أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد الشهر والشهران والثلاثة على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، ولم يوقد في بيت منها نار، لا قهوة ولا شاي ولا طبيخ، وإنما كان طعامهم الأسودان، التمر والماء. ثلاث شهور يأكل تمر وماء، يستطيع أحد منا يعيش هذه العيشة؟ هذا رسول الله يأتي ضيف في ليلة من الليالي فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته التسع، تعلموا يجمعوا الموجود، فلا يوجد شيء، ما في شيء، لا تمر ولا ما حد، فلم يوجد ما يضيف به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق. فجاء للمسجد فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة وله الجنة؟ بس الليلة يضيف يعشيه وله الجنة، لأن الرسول لم يجد ما يعشي به. فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا. وانطلق إلى زوجته وأخبرها، فقامت المرأة نفذت أوامر الزوج، قال لها: علي لصبيانك حتى يناموا، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، ثم إذا جاء الضيف اجعلي الطعام في ناحية الصحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ثم أنزل الله فيهم ويؤذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.